عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم؟ زي ما عودتكم تشوفوا مني جديد، وان شاء الله هعمل لكم حاجه النهارده بسيطه جدا وسهله تتعمل في اي بيت، وهو طبق مقبلات مش هياخد مننا دقايق باذن الله. تابعوا معايا كده. هنعمل سمبوسه بالجبنه وسلطه جريك سلط، تمام؟ دي معانا عجينه السمبوسه، طبعا نقدر نشتريها في اي مكان وموجوده ومتواجده في اي مكان. ودي التتبيلة بتاعتنا، بتكون عبارة عن جبنة بيضة مع جبنة رومي مبشورة مع جبنة موتزاريلا، مشكل جبنة يعني. ونبدأ نحشي بيها ايه؟ السمبوسة بتاعتنا. معايا كده؟ ادي طبق، ادي السمبوسة بتتلف بالطريقة دي زي ما احنا شايفين، وبعد كده بتتقفل بسنة دقيق عشان ما يفكش مننا زي ما احنا شايفين. ونبدا نقليها في الايه؟ نقليها في الزيت. وعلى ما تتقلي معانا السمبوسه هنعمل بقى طبق الجبنه اللي احنا قلنا عليه، جريك سلط، طبق السلطه اللي احنا قلنا عليه. خليكم معايا. طبق سهل جدا وبسيط الطبق بتاعنا دوت. السلطه بتاعتنا دي بتكون مكعبات جهاز. بعد كده هتشوفوا شكل الطبق معانا، ان شاء الله يعجبكم. زي ما احنا شايفين طماطم وخيار وسنة بقدونس، ونبدأ نتبلها معانا مع بعض زي ما احنا شايفين. الليمون كده في الطبق بتاعنا. بعد كده نتبلها معانا. زي ما احنا شايفين تبلت معانا بملح وكمون وشطة وسن التوم مع زيت زيتون زي ما احنا شايفين كده. نبدأ نقلبها. نجيب بقى الطبق بتاعنا علشان نقدمه. نشوف بقى السمبوسه بتاعتنا خلصت ولا لا. ادي السمبوسه بتاعتنا. نبدا بقى نغرف الطبق بتاعنا. جميل.
الكوسه بتاعتنا. بعد كده نبدا في الجبنه بتاعتنا. يبقى احنا كده معانا السلطه الجريك، بتاخد طماطم، خيار، فلفل، بقدونس او جرجير، وتتبل بالملح والكمون والثوم وزيت الزيتون، وابدا انزل معاها انزل عليها الجبنه بتاعتنا كده بالشكل ده. الجبنه بتاخد زعتر على الوش. بعد كده بجيب الزيتون بتاعي، يفضل يكون زيتون اسمر. ابدا اجرنش الطبق بتاعي الجميل. بعد كده بجيب سنة جبنة رومي على الوش بتاعنا. كده يكون الطبق بتاعنا خلص، واتمنى يا رب ان هو يكون عجبكم، وان شاء الله تنتظروا مني الجديد، واتمنى ان انتوا تتابعوني دايما على طول. وده بيكون الشكل الطبق بتاعنا. متشكر جدا على متابعتكم ليا، واتمنى ان انتوا تحفزوني اكتر، وابقى معاكم على طول وعلى تواصل باذن الله. السلام عليكم.